وخلال استضافته في نشرة سابقة، تحدث الدكتور عبد الله الطاهر أستاذ التحرير الصحفي في كلية الاتصال وتقنيات الإعلام بالجامعة الخليجية وعضو لجنة تحكيم جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة، تحدث عن معايير الجائزة ومن أبرزها كتابة المادة بالطريقة المهنية المعروفة. طبعا جزء أساسي من هذه المعايير أنه تكتب المادة بالطريقة المهنية المعروفة، واللي دائما يعني الجهات الرئيسية دائما تكون حريصة عليها. مثلا جمعية الصحفية البحرينية حريصة دائما على الممارسات المهنية الجيدة، والصحف نفسها بتكون حريصة على هذا الأمر. المعايير اللي وضعت للجائزة أنه المادة لازم مادة تكون مادة منشورة في صحيفة محلية، نعم، يعني ما تكون مادة منشورة في الخارج، تكون مادة جديدة يعني على الأقل خلال السنة الماضية وتقدم للسنة الجديدة اللي هي 2023. كذلك تكون المادة مادة منشورة، يعني تقدم مادة مش تقدم مادة غير منشورة. الحاجة المهمة اللي هي أنه المادة المقدمة تكون على الأقل فيها إبداع، فيها رؤية جديدة، بتناقش قضية بتهم المجتمع البحريني.